كنت منتظرة أبو ناصر يسلمها لي، بس مش مشكلة. مساء الخير. فيما قد لفت ترد على تصرف انغام معها في جوي أوردز، تعلمنا احترام المسرح. اتهمت الفنانة المصرية بإهانة ديما والممثل سامر المصري. الجمهور هاجم بقوة بسبب ما فعلته، وديما تختار الرد على طريقتها الخاصة. خرجت الممثلة السورية ديما قندلافت عن صمتها وعلقت على ما حصل بينها وبين الفنانة المصرية أنغام على مسرح جوي أوردز منذ يومين، وكتبت ديما على صفحتها الخاصة عبر تويتر: تعلمنا احترام المسرح، خشبة وجمهور وشركاء، لكن البعض بسبب الارتباك بتخون الكلمة بالتعبير عن الذات. أنغام كل التوفيق. انفلك؟ أكيد مدام فلك معظم. هذا ولم يمر حضور الفنانة المصرية أنغام في حفل جوي أوردز مرور الكرام، خصوصاً بعدما قالته على المسرح عند تسلمها الجائزة، الأمر الذي عرضها لهجوم واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، حصدت أنغام جائزة الفنانة المفضلة، حيث سلمها الجائزة كل من الممثل السوري سامر المصري والممثلة السورية ديما قندلافت. إلا أن عند صعود أنغام إلى المسرح قالت أمام الجميع: كنت منتظرة أبو ناصر يسلمها لي، بس مش مشكلة. ومن ناحية أخرى، كانت اعتمدت الممثلة السورية ديما قندلافت في حفل جوائز جوي أوردز إطلالة باللون الأبيض أنيقة بلمسة راقية، وأضافت إلى إطلالتها مكياج عيون باللون الرمادي فوق الجفن العلوي مع الكحل الذي يغمر منبت الجفون وينتهي مقوسا عند الزاوية الخارجية للعين إلى جانب الروج النيود الطبيعي، واختارت تسريحة شعر ويفي منسدل مع الغرة الجانبية. هذا وكانت جددت العاصمة السعودية الرياض موعدها مع واحدة من أكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة على الإطلاق، وهي حفل جوائز صناع الترفيه جوي أوردز بنسخته الثالثة من تقديم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة موسم الرياض. وكان من أبرز الفائزين الممثلة نادين نسي بن جيم بجائزة الممثلة المفضلة عن دورها في صالون زهرة. عن فئة السينما، فاز أحمد عز بجائزة الممثل المفضل عن دوره في فيلم كيرا والجن، فيما فازت هند صبري بجائزة الممثلة المفضلة عن دورها في الفيلم أيضاً. وفاز عبد المجيد عبد الله بجائزة الفنان المفضل، وأنغام بجائزة الفنانة المفضلة، فيما ذهبت جائزة الأغنية المفضلة لشكراً لأصالة. أما جائزة الإنجاز مدى الحياة فحصل عليها كل من نجم بوليوود أميتاب باتشان والمخرج العالمي مايكل باي. أخيراً وليس آخراً، حصلت النجمة العالمية صوفيا فيرغارا على جائزة شخصية العام.